في أثناء الصلاة بعض الناس يرفع صوته بالقراءة والتسبيح والدعاء حتى إنه يشغل من بجانبه عن صلاته. لا يجوز هذا، لا يرفع صوته ويشوش على الآخرين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يصلون بالليل يجهرون، قال: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي بعض، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم.